السلام عليكم، اتمنى النهارده الفيديو يعجبكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا اشتراك ولايك للقناه، ويلا بقى نبدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم جميعا؟ اهلا بيكم معايا بفيديو جديد. النهارده نبدا فيديو يتكلم عن تعليم من اساسيات رسم الشعر، ودي الادوات اللي احنا هنستخدمها في رسم الشعر النهارده. ده قلم الاتش بي، ده قلم السيفن بي هنستعمله في الغامق، وده قلم التو بي. دي ماركة ستيدلر، انا قلتلكوا عليها قبل كده، ماركة الماني حلو جدا في تعليم الرسم بالرصاص، برضو اللي مش متوفر معاه مفيش مشكلة يستعمل قلم رصاص عادي. ده قلم خشب اسود، او ممكن نستعمل مكانه قلم فحم اسود. دي بقى بتاعت الاذن، دي احنا قلنا نعمل قبل كده ان احنا نستخدمها في ان احنا نسيح بيها الرصاص. وده قلم السنون، انا مبقدرش استغنى عنه في تعليم الرسم بالشعر بالذات. ده قلم اسود بقى اللي مش متوفر مع قلم الفحم، وقلم الاسود بتاع الخشب ممكن نستعمله جدا، وده ممكن نستعمل من الاضاءة، ودي استيكة الفحم. طبعا احنا ممكن في كل الادوات دي كلها ممكن نعمل بحاجة واحدة بس، انا هعلمكم دلوقتي ازاي نعمل اساسياتنا في تعليم الرسم. يعني اللي ما عندوش الادوات دي كلها عادي جدا ممكن بقلم واحد يجيب كل اللي هو عايزه. انتوا في الاول لسه في تعليم الرسم في البدايه، فسهل جدا انتوا ايه ما تشيلوش هم ان انتوا معكوش الادوات دي، فمش تعرفوا. لا نبدا بقى ايه نرسم الشعرايه كده بقلم الاتش بي. تسحب كده الشعرايه من فوق لتحت كده بسرعه بانسيابيه كده، او تلين الشعر في البدايه كده ايه تجيبه من فوق لتحت بسرعه، تجيبه من فوق ومن تحت. او تلين الشعر بيبقى كده خطوط متطايره، خطوط جنب بعض، خطوط كتير. دلوقتي عمال نرسم الاوت لاين بس الاولاني خالص، عشان ايه نتعلم ايه هو الغامق والفاتح والاضاءه اللي موجوده في الشعر. اول حاجه لازم نتعلمها في رسم الشعر عامه بتبقى عباره عن اول حاجه خطوط عاديه جدا، تعملها بجرأة كده وبسرعه وما تقلقش خالص منها. تاني حاجه ان احنا بنشوف عينينا فين الغامق اللي في الشعر، بنحدد الغامق. تالت حاجه بنحدد الفاتح، فين الفاتح. رابع حاجة بنشوف الإضاءة اللي في الشعر. دي خطوات مهمة جدا لازم تعرفها في تعليم رسم الشعر، ان انت بتعمل خطوط عادية جدا في البداية، وبتحدد الغامق، وبتحدد فين الفاتح، يعني درجات من درجات الرمادي اللي موجودة في الشعر سواء الاسود او اي درجة من درجات لون الشعر اللي انت شايفه قدام عيونك، والاضاءة اللي جاية على الشعرين. دلوقتي انا بحدد ايه اللي حط ايه، يعني ايه هو الغامق اللي موجود في الشعر. الغامق ده بيبرز شعراية، وبيبرزها سواء بيبرز الشعراية بيعمل لها كأنها مجسمة، بيبرز اللي تحتيها واللي فوقيها. انا هنا بدرج ايه، عايزة ادرج الرصاص، يعني عايزة اعمل رصاص غامق درجة غامقة، درجة فاتحة، درجة افتح، هكذا. يعني الشعر ما بيبقاش درجة واحدة، بيبقى اكتر من درجة. دلوقتي انا مسكت القلم السيفن بي وحاولت ايه ان انا ايه المنطقة دي كلها اعملها بلون واحد. دي اول خطوة. همسك بقى القلم واحاول ان انا ايه احط درجه تانية. يعني شايفين انا كنت في الاول خالص حطيت الغامق، بعد كده حطيت ايه درجه تانية فاتحه شويه عنها.
يبقى انا كده انا حطيت درجة غامقة قوي ودرجة فاتحة شوية عنها، فعملت تتريك في الرصاص بدون ما استعمل اي تسييح او اي حاجة بالقلم قطن الأذن. المرحلة اللي بعديها بقى لو مسكت القلم وسيحت الرصاص كله مع بعضيه عشان ادي كلها ايه تون واحد بقى، واظهر ايه المرحلة اللي تحت الغامق اللي انا عاملاه. او ممكن استعمل ده، الاتنين بتجيبوا نفس التأثير. ما عندكش دي ولا دي، منديل عادي ممكن تعمل برضو التأثير ده. دي منطقة الضوء، انا عايز اركز ان دي مثلا دي منطقة الضوء العالي اللي جاي في رسمة الشعرية. بحدد دلوقتي انا بالقلم الرصاص، سيحهم كده مع بعضيهم. قلم السنون ده اكتر حاجة انا بحبها في رسم الشعر، لان قلم السنون سنه رفيع جدا فبيجيب لك ادق تفاصيل في الشعر، شعراية جنب شعراية. فانا يعني لازم استخدمه، يعني 80% بستخدمه في رسم الشعر. هو الرسم الشعر بيبقى عايز صبر شوية عشان تطلع منه نتيجة حلوة في النهاية. دي بس كده شعر، لازم الشعر يبقى فيه شعرات كده متطايرة عشان تحس انه شعر واقعي، غير ما تم بقى شامل الشعر خط جنب خط جنب خط، ده ما بيبقاش شعر طبيعي. لكن ما بيبقى فيه شعر متطاير من كل الاتجاهات بيبان واقعية الشعراية جدا. طب انا بعملها بقلم السنون، قلم السنون ايه هيجيبها لي ايه شعراية شعراية خفيفة. يبقى احنا كده في عملنا تدريج للرصاص بدون ما نمسك القلم ونسيح بيه، وعملنا في النص ان احنا سيحنا بالقلم صمغ بتاع الورق وكمان بالقطنة بتاعة الأذن. يعني احنا عملنا دلوقتي طريقتين، ودلوقتي انا بحدد بالقلم الرصاص. دلوقتي انا عايزة اعمل بقى شعراية كأنها بارزة او مطيرة فوق الشعر، بنعملها ازاي؟ في ناس لما بتيجي تعمل الشعر تلاقي عاملة خط كده وخط كده اتجاه معاكس ليها، لا غلط، شعرها تبقى ماشية كلها في اتجاه واحد. برضو ممكن استعمل القلم الاسود عادي واحدد منه اللي معهوش القلم الفحم متوفر معاه، اللي معهوش قلم الاسود مش متوفر، الخشب مش متوفر معاه. القلم ده في بداية الرسم تعليم الرسم ممكن يطلع لك منه نتيجة حلوة برضو جدا. احنا نسهل الامور علينا جدا عشان نتعلم الرسم، بعد كده نجيب كل الادوات اللي احنا نفسنا فيها. انا بحاول ان انا احدد الغامق، ان الغامق بيبرز بيظهر اللي تحتيه، بيبرز الفاتح اللي تحتيه، درجة طول الفتحة اللي تحتيه،
فبيبان ان الشعر فيه شعر تحتي شعر فاتح فيه اضاءة. حاول انا بقى اظهر اي اضاءة كده ايه بلاستيك الفحم كده. ممكن انا ما ممكن استعمله بالقلم الابيض الجل الابيض او القلم الحبر الابيض، بس انا ما رضيتش استعمله، قلت استعملكوا بالاستيكة عشان ايه دي في البداية. القلم الابيض بيبقى ممتاز جدا لما نيجي نستعمله بقى في الالوان الخشب ان شاء الله بعد كده. دلوقتي انا بقى عايزه ابرز ايه الشعرايه دي كانها طايره فوق الشعر من فوق. انا عملتها الاول بالاستيكه، عملت فيها اضاءه، بعد كده تحت اللي انا عملتها بالاستيكه دي انا بحدد فيها كانها ايه بعملها ظل غامق كده من تحتيها. يلا بقى نبدأ نعمل ايه الضفيرة. الضفيرة عشان نرسم الاول اوت لاين بتاعها شوفوني كده وانا ببدأ بيها. الضفيرة عامة بتبقى من الجوانب من الناحية اليمين او ناحية الشمال، بتبقى مدية شكل دائري كده شوية. احلى حاجه في رسم الشعر ان انت وانت بترسم الاوت لاين بتاع الشعر ما بتشيلش هم ان الرسمه غلط او الرسمه صح، لان الشعر كل الخطوط اللي احنا بنعملها غلط دي هنستغلها جدا ونعملها شعر. انا بعمل دايره من على الجنب وبرجع تاني اقفلها، شايفين الزاويه دي تبقى وسطها الزاويه الناحيه التانية، بتبقى كلها شكل واحد. شايفين انا الجزئية اللي فوق تبقى متوازية ليها. نرجع تاني نعمل نفس الشكل. كل الخطوط اللي احنا عملناها في الاوت لاين دي هنستغلها دلوقتي وتبقى شعر من الشعر اللي هنعمله. انا برجع بعيد على الخطوط دي كلها تاني. تعالوا بقى نبدأ ونحط الغامق بتاع الايه دايما الجزئية الداخلية دي اللي هي بتاعة الشعر، اللي هي ما احنا لما نيجي نحط الشعر على بعضي دي بتبقى غامق، دي بتبقى الدرجة الغامقة اللي في الضفيرة. تداخل الشعر مع بعضي دي المنطقة الغامقة بتاعته، فأنا باخد الغامق واطلع بيه لفوق لفاتح، اسحبه على فوق على فاتح. انا استعملت القلم الخشب الاسود لان هو هيجيب لي اعلى درجة في الاسود عندي انا محتاجاها. انا دلوقتي بحدد كل الاماكن الداخلية اللي هي ربطة الضفيرة،
بيبقى كلها غامقة، لأن هي دي بتبرز الايه شكل الضفيرة وهي متداخلة من بعضيها. أنا بطلع من غامق لفاتح. برضو الناحية التانية زي برضو ما قلنا في من شوية، ان تعليم الرسم في الشعر كل درجات الرمادي او الاسود والابيض بتبقى متوفرة موجودة في الشعراية. يعني وانت بتشتغل غمقت منك مفيش مشكلة، فتحت منك شوية هنغمقها، الامور سهلة جدا. الشعر ده رسمه لذيذ جدا، ومهما تحط منه بيطلع صح، بس بتمشي بخطوات مظبوطة، تمشي على الإضاءة مظبوطة، تمشي على الغامق موجود فين، هتلاقي رسمة معاك طالعة مظبوطة وحلوة. أنا كل اللي بعمله دلوقتي إن أنا بحدد الغامق وبسيب الفاتح وأنا ماشية، يعني بسيب بدرجات الإضاءة وأنا ماشية، لأن درجات الإضاءة دي هنرجع بعد كده نحط لها درجات تونات تانية رمادي فاتح عشان نعمل عملية تدريج في ألوان الشعر. انا دلوقتي بحط الغامق عشان ابرز تداخلات الشعر في بعضيها. دي اسهل طريقة انا بعلمها لكم من النهاردة. ان شاء الله في ده هيبقى عبارة عن الجزء الاول في تعليم الرسم الشعر، ان شاء الله الجزء الثاني هنجيب بقى بورتري شعر كامل، وان ازاي نتعلم نرسمه وازاي نتعلم نرسمه وازاي نظله صح. انا عملت الفيديو ده عشان تعرفوا يعني ايه نرسم اوت لاين شعر، يعني ايه نرسم غامق وفاتح واضاءة للشعر. نجيب قلم من 7B ونحط بقى ايه تدريجة تانية كده جنب اللي احنا عمالين من فوق. يبقى انا دلوقتي حطيت الاسود وحطيت الرمادي الفاتح بدرجة الرصاصي، درجة الرصاص، سيح كده مع بعضيها شوية. انا بتعمد ان انا سيح دايما بالقطنة دي، لان هي اكيد ان شاء الله تكون متوفرة عندكم كلكم غير القلم، فيبقى سهل. وما اللي مش متوفر معاه منديل بيقضي بالغرض ده. انا جايبة قلم من اللي هو النص ملي بتاع قلم السنون، وفي 7 ملي، بيبقى الاتنين حلوين جدا في رسم الشعر. طبعا مش لازم ماركة فيبر كاستل، في لام كتير جدا ماركتها حلوة وطلع لك غرض برضو الشغل حلو ان شاء الله. ما تشيلش هم خالص، البداية دي لازم تكون معاك اي ادوات تستخدمها الرسم ده، يعني اي حاجة متوفرة في ايديك ارسم بيها، ارسم مرة واتنين وتلاتة باي حاجة لحد ما تتعلم وتتمكن من ان انت احترفت الحاجة دي، فهات بقى اللي انت عايزه. نمسك بقى قلم السنون كده ونحاول ان احنا ايه ندرس بيها شوية في الشعر. بس انا هاخدها بقى شعراية شعراية كده بشويش، ما بتاخدش وقت قوي على فكرة برضو، بس ايه بس برضو الرسم عايز صبر، تستعجلش رسم على رسمتك نهائي.
شايفين بقى في اماكن ثلاث حاجات في الرسم، بيبقى لازم يكون في ضوء عالي، ولازم يكون في ايه، في منطقة بتبقى بارزة شوية لقدام وتحتيها بيبقى مكان غامق وتحت، وبعدين في بيبقى في منطقة اللي هي ايه، افتح درجات شوية من درجات الرمادي اللي هي الغامق، ودي الغامق جدا، دي بتبقى منطقة بارزة كده، تحس ان الشعراية في شعر فوقيها. فانت لازم تظهر الغامق اللي تحت عشان يبقى في ايه، تحس انها بارزة، منطقة فاتحة وتحتيها منطقة غامقة، فتحس ان في شعر بارز بارز فوق بعضيه. حطي بقى شعر كده متطاير من على الجوانب، تدي واقعية لرسمة الشعر بخطوط كده خفيفة، نعمل ايه بقلم السنون كده، نعمل ايه خطوط جنب بعض عشان الشعر. عايز بقى تعمل اضاءة تانية، عايز تفتح درجة الغامق شوية عشان درجات الرمادي، ممكن بالايه بالاستيكة كده وايه على الخفيف كده تعمل اضاءة تانية، تدي بقى احساس كأن الشعر ده ناعم. نعومية الشعر بقى بتبان في الحاجات البسيطة اوي دي. تعالوا بقى نعمل طريقة تانية، ان احنا نمسك القلم الرصاص الغامق، انا استعملت القلم الـ7B، اظل كل المنطقة دي بالقلم عادي جدا اهو. طب احنا في ناس يقولك انا عملت الحركة دي فانا هعدلها ازاي، لا امرها سهل جدا اهو، انا سيحتها اكتر، كلها بقت كلها تون واحد، بقى كلها شكل واحد. ايه الحل بقى، ان احنا ايه نحاول نصلح فيها شوية، بسيطة جدا بالاستيكة، وناخد فيها ايه درجات اهي كأني برسم بالاستيكة. حددت اماكن فاتحة موجودة دلوقتي، همسك بقى قلم السنون كأني المنطقة دي ارمي بقى تحتيها غامق، فانا كأني برست الشعراية كمان، اعمل بقى خطوط تحت الخطوط البيضة اللي انا عملتها بالاستيكة دي، هرمي تحتيها غامق.
وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون شرحي كان واضح، ويا رب يكون عجبكم. وإذا كنت جديد عندي في القناة وعجبك الفيديو، يا ريت تعمل لايك وتعمل اشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد. وإن شاء الله الفترة الجاية ننزل كل حاجة وكل فيديوهات حلوة كتير. والسلام عليكم.